الرومي هذا حق البهايم. ايوه وانا فوق الجهاز هناك، وصلنا جدي ما كلمته ولا شيء، بس اللي بيقول الله يحفظكم الله ويحفظ المتبرعين. والله والمشاركين ومشاركين الله، ولا تكلم ولا قال شيء الا هكذا بس. والله انها تعتبر احسن دعوه. والله تاثرت، انا قلت هنيئا لاصحاب وصار. الله والله العظيم قلت اسال الله انه يلقيهم خير المشروع هذا في الدنيا قبل الاخره، يلقوا خيره ويعوضهم الباقي. اخي علي، نعم، كلمة قوية توجيه لي، في ناس مترددين وعندنا تجار كبار 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 صحيح بالمحجر وغير المحجر، مليان والله مليار ديهات. والله يا جماعة الخير ما نقص مال من صدقة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله ما ينقص مالكم بل يزداد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا التحدي بالصدقة. والله انا موضع التنافس، والله اني في مآسي كلمونا اصحاب الوادي. الله العم الماضي اصحاب، يعني بنت بتغرق وهي بتصرخ لابوها يا بابا ينقذني، ولا خلاص عجز والله عجز ابوها. والله الموقف هذا اثر فيني كثير، لما شفت ابنك بيغرق هذا وانت عاجز، ما انتش قادر. الله الله، وناس بيجلسوا هذا يعني بيته في الجهه الثانيه ما يقدرش يقطع، ممكن يجلس اسبوعين هنا لان استلم من عندنا. استلم من عندنا ما يقدرش يقطع، ولا حد معاه مرض ما يقدرش ينقله. اكيد نعم. الله الله مشكله، لذلك هذه فرحانين حتى بالجسر مره، وزير بيعتبره اكبر انجاز. لذلك هنا التنافس بالصدقه ان شاء الله. رب العالمين، سلام الله عليكم. لأن قناة عجيبة، فقل لك الواجي لما يروح يشيل السيارة ما يرحمش، ما يرحمش كيف ابن آدم؟ من ناس قال مسوي السيارة هنا الوادي، وهنا كسيارات ارسان ثلاث سيارات بالوادي، وهنا شعب راشد، وهنا الجديد، وهنا الخط الجديد، وهنا الاسود سياتي هنا ان شاء الله، الانزفيلت هنا قريبا ان شاء الله، وهناك الوادي. الوادي هذا يقول هذا المواطن لا يرحم احد، الوادي عندما يعبر من الجانب هذا للجانب هذا خلاص يشيل اي شيء امامه يروح. الخط لا يزال بالوادي، لكن مستقبلا هنا ابناء وصاب صنعوا المجد والمستقبل والتاريخ. انا وصابي، انا وصابي فعلا، وافتخر ان اكون وصابي اليوم. وصاب شامخه شموخ الجبال، شموخ الجبال الراسيه اهي، وصاب شامخه مثل ما هذا الجبال اهو. صف لنا وادي جديد، ها هو امامكم ايها الناس. طيب عندما يعبر هل شال الناس، هل شال الناس شو سياره، هل رايت بعينك شال الناس؟ بعيني انا شو سياره، يجي ثلاث هنا من القبعين، ثلاث ثلاث بينهم ناس، بينهم الناس وبي... سياسة منا إن عجم كسنة. الله حامل وشلي إيش الأبقار، إيش ليش البقار، إيش سياسة خلفه، يعني أسل ما يرحم، ما يرحم أسل مليان، يروح من الجبل للجبل خوف الناس كلهم. الله 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 الله. طيب الآن أبناء وصاب العالي جبل مطحن تمنوا هذا المشروع وقالوا لوجه الله صدقة جارية، ماذا نقول لهم؟ الحمد لله صدقة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح وادي جبيد، وادي الخير مستقبلا، وادي الخير مستقبلا إن شاء الله. بعد أن يأتي إلى هنا الإزفلت في هذا المكان أهو، هنا كبار المهندسين وهذه الحرارة، وهذا المكان سيكون منتجع سياحي إن شاء الله مستقبلا أهو. هنا فندق على مستوى، هنا بيكون على ضفاف النهر، من يريد ان يحج فليحج هنا، من يريد ان يعتمر فليعتمر هنا. هذا حسين، هذا حسين المطوفي، المطوفي نعم، بارك الله فيك. السلام الله عليكم، السلام عليكم، صباح الخير، إلى أين أنتم ذاهبون الآن؟ وادي زبيد، العجلة البعيضة والقرى شعب راشد من محافظة إب، إب الأبية، بس ما سمعنا صوت من إب، ما سمعنا محافظ إب، ما سمعنا تجار إب، ما سمعنا مصدقين من إب. هذا الخط يخدم أربع محافظات، نعم مرورا من حوف المستقبل خميس مطلق، ذمار
الحديدة، ذمار إب، ذمار تعز. وهنا كبار المهندسين أهم هناك علي الجبوبي ومحمد عبدو ومحمد حسين والأخ المعتصم الباش مهندس المعتصم هذا الجندي المجهول. طب صف لنا وادي زبيد ماذا يعمل عندما يكون مليان الماء؟ انهب اوادم، انهب مواشي، انهب كل شيء، انهب سيارات. رايت بعينك انت ناس شلوا راحوا. ايوه مليان. ايوه مليان. الراجل جه وعياله قال سيل شلهم. متى؟ قبل فتره يمكن. الله. يعني كلها يشيل الناس كلها. لا والله يشيل الناس ويشيل بوادر ويشيل سيارات. يعني يخليك تخليك كذا. ما قدروا يشيلوا قلب ليه؟ ما قدروا صحيحه بابا راحه. الله بسل. وثلاثة فرقة أمي هنا بابا هنا. حصلوا آخر بنت هنا بشيء سائل. لا إله إلا الله. بين القش بين الحطب. ميتة. ميتة قايم مكسرة كسر. سحب مواشي حقنا هنا خرج. سحب يمكن هذا 15 عنز. كم؟ 15 عنزة. كل السيل. والله كل السيل. 15 معزة. أيوه. ده معروف يا جماعة. شال دقر. طيب دعواتك للتجار اللي بيشورون دي مع معدي ماذا نقول؟ جزاهم الله خير. عملوا يعني ما قصروا. نبغى منهم المزيد، هذا مشروع كبير جدا. كبير والله جدا، وهذا يعني خير لهم على الله ثم لهم. صحيح. ايوه. نشكرهم على حسن تعاونهم يعني مع المواطنين. طبعا هذا علي الجبوبي وهنا يتبع الجبوبي او وهذا الاحمد المعتصم وهنا. هذا اسمه شعبه؟ شعب راشد. وهنا شعب راشد نعم. نطالب عامة التجار من محافظة اب وام حديدة وتعز ليشاركوا أبناء وصاب بهذا المشروع. وصف لنا الأخ علي الجبوبي وقال في قابل الناس أمس وأول أمس كان أحدهم يبكي فرحا. والله يا محمد. أه. واحد بالأمس. أيوة. يعني بدي أثر فيني كثير. كان يبكي فرحا. بدو في الثمانينات من عمره. وطالع من الوادي.